اللي انتوا مستنينه قانون الجمعيات الاهليه. احنا مضيناه النهارده في طريقه الى البرلمان. في 8 قوانين النهارده، منهم تعديل قانون الاصلاح والذخائر، منهم اللائحه الخاصه بضمانات القيم المنقوله، بتنظيم سوق الغاز، بتنظيم عمل الجمعيات الاهليه، نقابه المهن الطبيه، استحداث فصل خاص بتأديب العاملين فيها الذين لا يؤدون عملهم على أكمل وجه، وانضمام نقابة العلاج الطبيعي لنقابات المهن الطبية الممثلة. قانون الجمعيات الأهلية طبعا حضراتكم عرفتوه أكتر مني، وتابعتوه في الصحف أكتر مني، وتابعتوه على الميديا أكتر مني، وكلنا عارفين وكلنا مصريين. ده بيعالج العمل الأهلي في مصر.